مرحبا. الداخلية تفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وتحذر المخالفين. وزراء الوصاية بدول الساحل يبحثون تنفيذ المشاريع التموية. الصحة العالمية تشيد بعلاج جديد للحالة الحرجة من كورونا. أهلا بكم. دعت وزارة الداخلية واللامركزية إلى احترام وضع الكمامات في الأماكن العامة ودوائر العمل والساحات العمومية ضمن إجراءات لوقف تفشي فيروس كورونا. ولوحت الوزارة بإنزال العقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين لهذا القرار الذي يأتي ضمن قرارات جديدة اعتمدتها اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا. تخطى العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في موريتانيا حاجز 2000 مصاب ليصبح 2750 بعد تسجيل 170 حالة يوم أمس بين المخالطين. وبلغ عدد حالات الشفاء من المرض 373 مقابل 93 حالة وفاة سجلت منذ بداية تفشي الوباء. صرح والي ولاية كدماغ الطيب المحمد محمود بأن الإصابات بفيروس كورونا المسجلة أمس في سليبابي تعود لأفراد من بعدة توزيع المساعدات النقدية ضمن برنامج التكافل. وأكد الوالي أن قراراً اتخذ الأسبوع الماضي بفحص كافة الوافدين إلى الولاية عند نقطة الحدود مع غرغل قبل احتكاكهم بالسكان. ترأست موريتانيا اجتماعاً للمجلس الوزاري لدول مجموعة الخمس في الساحل خصص لمناقشة آليات تنفيذ برنامج الاستثمارات ذات الأولوية في منطقة الساحل. وتطرق الاجتماع كذلك لتقييم مستوى تعبئة الموارد المالية المعلن عنها مسبقاً ومستوى تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري المذكور. أشادت منظمة الصحة العالمية بما سمته اختراعاً علمياً لباحثين بريطانيين توصلوا لدواء غير مكلف أظهر فاعلية كبيرة في علاج الحالات الحرجة من فيروس كورونا. وقال مدير منظمة الصحة العالمية إن هذا أول علاج يخفض معدل الوفيات وهو إنجاز عظيم حسب تعبيره. إلى اللقاء.